السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أدلة لمواقع الذكاء الاصطناعي. هنلاقي عندنا موقع اسمه AI Tool. ده بيعمل ايه؟ بيكتب لك كل المواقع وتقدر ان انت تفلترها، يعني تقول له انا عايز المواقع الخاصة بالتحويل التكست لصور، البرومت لصور، عايز البرامج مثلا اللي بتساعد على زيادة الانتاجية، فهو مفلترهم لك هما ده كاتيجوري. فتقول له مثلا عايز الحاجات الأكاديمية، فيبدأ يجيب لك الحاجات اللي تساعدك في البحث العلمي. ممكن تقول له انا عايز حاجات بتاعت الانيميشن، يبدأ يجيب لك المواقع بتاعت الانيميشن، وتلاقي التقييم بتاع الناس في كم واحد بيشكر في الموقع دوت. فده مثلا واخد 31، فاكيد ده افضل من بقية المواقع لان كلهم قليل اللي اتكلم فيه. عجبك الموقع هتبدأ تدوس هنا، فيبدأ يدخلك على الموقع دوت، هتلاقي في شرح ليه، هتلاقي الموقع هنا، هتلاقي السعر بتاعه. لو في موقع عجبك ومش لاقيه ممكن تقول له سبميت، فتبعت الموقع اللي عجبك للموقع هنا عشان يضيفه. ده برضو نفس الفكرة، هتلاقي مواقع كتير خاصة بالذكاء الاصطناعي، تقدر تقول له انا عايز حاجات خاصة مثلا بالفيديو جنريشن، فيبدأ ان هو يجيبها لك. ممكن تيجي هنا تشوف الادوات الخاصة بشات جي بي تي، هنا هتلاقي الحاجات الادوات المجانية، فلترهم بالفري تولز. AI توب تولز في موقع الذكاء الاصطناعي، زي ما انت شايف في اكتر من 10,000 اداة ذكاء اصطناعي، فتقدر تقول له انا عايز حاجة خاصة بالارت، يبدأ ان هو يفلترهم لك بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز الحاجات الفري بس، ما تجيبليش حاجات بفلوس. الحاجات بقى انا عايز الحاجات الهاي ريتد، يبدأ يجيب لك الحاجات اللي الناس كتيرة مديها تقييم كويس. هنا فيوتشر ميديا، ده في برضو موقع كتير جدا، تقدر تقول له انا عايز الحاجات الخاصة مثلا بالكارتون جنريشن، فيفلترهم لك بالشكل دوت، وتبدأ بقى ايه تدخل تشوف ايه الموقع اللي انت عايزه. ممكن تقول له انا عايز الحاجات الخاصة بالديزاين جنريت، عايز ارتبهم بالبوبيولار او فيرتفايد. AI tools برضو نفس الفكرة، ممكن تفلترهم تقول له انا عايز الحاجات بس ايه اللي فري. توب AI برضو في موقع بالالاف خاصة بالذكاء الاصطناعي، برضو موقع دوت خاص باهم موقع الذكاء الاصطناعي. هنا مثلا ممكن نقول له احنا عايزين صفحة رئيسية، يجي له بقى كل التولز، تبدأ ان انت تفلترهم وتشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها. ممكن تقول له انا عايز الحاجات الموست سيفد اللي ناس كتيرة عجبتها ومسيفاها، فده مثلا شكله كده ليرنينج ستادي AI، ممكن ندخل عليه ونشوفه. برودكت هانت ده موقع اصلا من زمان، لكن لما دخل موضوع الذكاء الاصطناعي ضاف جزء خاص بالذكاء الاصطناعي، تقدر تدخل وتشوف ايه افضل المواقع اللي الناس عمالة توصي بيها او تمدحها. طيب لو تعرف موقع حلو او للذكاء الاصطناعي ياريت تكتبه لنا في الكومنتات.